ولكن الله يسعدك كان في عندنا مشكلة في البرنامج وأنت حتى عانيت منها. موضوع الكاميرات في يوم الأيام من التختيم قبل أمس أو اللي قبله كنت أنت الكام عليك يختم معك أباضة، فلما جاء عبد الله البقمي قلت خلاص يلا تعالوا تعالوا ومشيت صح؟ لأنها ختامية أنا ماشي خلاص. صح. يعني أنا خلاص ختامية بث انتهى الوقت ومشيت. ختامية بث. لا أنت زعلت. ها؟ وقلت خلاص يلا تعال. لا لا أنت زعلت. أصدقوا مع أنفسكم. إذا كنتوا تبون الحق أصدقوا مع أنفسكم. هذا الأمر إذا ما صدقتوا فيه تحت البث ما راح تصدقون فيه على البث. طيب الجمجم نفسه يقول كانت لقطة حلوة بيجي عليها شلات وردات وعلوم، أحلى لقطة كانت العامر. طيب أنا بعلم. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سمى الله عدوك. أولا أنا طلعت ختامية البث كانت فيه مشكلة صايرة بيني وبين نفسي وكنت مبتعد عن الكاميرا، كان مشغل الشاشة أباضة والشباب عنده حلو. أنا كنت مبتعد أباضة لف الكام علي جو الشباب، وأنا أصلا كنت منفعل وقتها مشيت وخليت. لا قلت خلها عليهم ومشيت. كنت منفعل انا اقول لك. ابو حزام ايش رايك؟ لازلنا في هذه المشكله. تدري يوم جبت ثلاثه عشان يؤكدون المعلومه امام الملأ. اولا انا اشكرك يا تركي على تسلسل الاحداث وارتباطها ارتباط تام، هذه ما حصلت ترى قبل. احداث يعني استجرناها من ما زالوا يعانون. عامر قدم مبادره، اول شيء بيضله وجهك يا عامر وجه الداعمين. مبادره من هي الافضل حتى الان. صحيح. سينما ورجل تعب واشتغل وسبحان الله، يعني وش عاد يبون؟ وش عاد يبون المتسابقين؟ يعني وش تبون اكثر من كذا؟ كان المطلوب منكم فقط انكم تنجحون مبادره تستمتعون، لا تنجحون. هي ناجحه على فكره، ناجحه 100%. عامر استاء في اخرها، يعني صبر صبر الرجال صبر صبر صبر، قال تالي يا الربع ما عاد خلى عليهم مثل اللي يقول اتركها. مش تناظر تحسبني بقول شيء خطا يا علي. علي علي نرفز يا اخي. لا لا طيب. انا بعلمك سبب الاستياء. اي عطني عطني سبب الاستياء. طيب انا بس خليك صريح يا عامر، ما يخالف انا عارف انك صريح. انا اعلمك سبب الاستياء. انا متفق مع حمو قليل مبادرتك الساعه 2 الليل. ايوه. بناء على طلب فريق دعمك قلت ابد اهدى الساعه 2 ما عندنا مشكله. طيب طقت الساعه 2 وربع وفقط بدون تحيز ما خلصت. ها حلو حلو. بعدها المفروض اني ابدا على طول، حصل تاخير وحصل قروشه. طيب بس هذا اللي اخرني، ولا كان معي وقت اصلا ان في جلسه جايبها. يعني انت بديت الفقره وانت زعلان على يعني تاخر على التاخر، لان فيها اشياء واجد ما طلعت. اولا باقي فيها اشياء ما ظهرت، فيها الجلسه اللي جايبينها وفيها الاله حقت الفشار. كمل. طيب اليوم عادي موجود الجلسه؟ راحت انت في اجار يوم الفشار طلع ومو سلفين في يحط. والله حلوه ترى. كان سعيد بذيك اللحظات، كانت لحظات. هذا اهم شيء انها طلعت. اللهم لك. لا لا طلعت. لا بعدين في النهايه شوف، انت دائما في برامج الواقع لازم انت تكون يعني ما تخلي الظروف تتحكم فيك، انت تتحكم في الظروف. يا سلام. طولنا في فقره بدون تحيز، وفي النهايه هذا الوقت هو الاكثر متابعه مشاهده، وثق تماما فريق الاعداد يحاولون يظهرونها بشكل مميز. فعشان كذا لو كان في لايك اعطيك لايك على هذه الفعاليه انت فريق دعمك، لانك تستاهل. تفضل عادل. بنسبه كم يا عامر تعتقد ان الشباب نجحوا المبادره؟ تقريبيا بنسبه كم؟ اعتقد ان الشباب نجحوا المبادره بنسبه كم؟ بنسبه كم تعتقد ان الشباب 100%؟ سم 100%. ممتاز. اذا انتم ما شاء الله تبارك الله خلاص، يعني ما نحتاج فقره نقد. هو تفاعل الشباب له دور عالي. اذا بكلم ابو يارا ان شاء الله خلاص ما نحتاج فقره نقد. 50 اليوم الجايه نريح. طيب انا بس ابي اشكر فريق دعمك، يعني دائما يقولون في تعريف الابداع، الابداع ايش الابداع؟ أن تفكر في المألوف بطريقة غير مألوفة. صحيح. أشياء مألوفة لكن فكر بها بطريقة غير مألوفة. شفنا مبادرة عام يعني جاية بطريقة غير مألوفة وحلوة، وهذه المبادرات اللي يشجعون عليها فريق الإعداد، ودائما بعض فرق الدعم الله يعطيهم العافية اللي حنا نثمن جهودهم يستاؤون من تعطيل بعض المبادرات. فريق الإعداد دائما وأبدا يقول رسالة في برنامج البزنس 2، لن نخرج أو لن نظهر إلا المبادرات النوعية اللي تضيف للشاشة وتضيف للمتسابق وتضيف كذلك ل جمهورة. عامر انا احبك على الصعيد الشخصي. الله يسعدها. وانت المتسابق يمكن الميه اللي احبه على الصعيد الشخصي، لكن اتمنى ان تعرف احنا في المنعطف الاخير اذا كنت تعتقد مثلا ما شاء الله تبارك الله اذا كانوا الشباب نجحوا مبادرتك بنسبه 100% فانت اتوقع انك تعتقد انك قاعد تادي بنسبه 100% كذلك في البرنامج، فانا اتمنى انك تادي 200% باذن انك انت في المنعطف الاخير. عامر تحسن ترى على فكره. عامر بدا يتخلص من بعض القيود وتحسن مع بقيه زملائه، بدا يصير اجتماعي. وترى الشاب على فكره محبوب على الصعيد المتسابقين كلهم.
وهو بدأ الآن يتخلص من بعض القيود والأعباء اللي كان بداية البرنامج محافظ عليها، يعني حياء من زملائه يعني اللي بدأ معه. الخروج ممكن فطنه على شيء كثير. ممكن يوم طلع قالوا له وينك غادي يا الشبح؟ صح. انت ضرب لك 40 يوم ثوب القبله وراك، القبله وراك يا الشبح، الناس وراك. تبغاه تسبب عليهم يعني، معليش محمد بن ناصر ترى الان عطاء محمد بن ناصر ما هو بنفس عطاءه قبل يوم كان وليد البحيح مع عمرو المميد. اكيد تخلص من القيود. اول ما طلع خروج وكلام الوالده. اسمع الله اصبر اصبر لونج هنا وقف لونج لازم لونج يا جماعة وقف بعد لونج لازم الشباب يطلعون لأنهم شريكين في هذا الحدث. وقف والله اليوم عامر بن منير يصرح بالحق ويقول أن الخروج وكلام الوالدة صححت مساره. الله أكبر. شكرا لبدون تحيز. شكرا اللي بدون تحيز اللي أظهروا خلال الأيام الماضية. خلال الأيام الماضية أظهروا أنك سبب. أنا اللي معلمت ما لهم دخل. شكرا لأنك صدقت في القول. أنا أقول الوالدة بدون تحيز ما لهم شغل. كنا نقول اظهر يا عامر قلبنا معك يا عامر، ظهرت ثبوتنا يا عامر. الله يرحم والديك. لين صرنا نقول ما شاء الله يا عامر، صرنا نجيب كلام فريق دعمك ونقول غير اللون الاسود بس يا عامر، ولا ادائك وين غادن في الجبل هذا وانت مسوي الفعاليه 4 الفجر، اجل وانت مسويها العصر كان كسرت الدنيا يا رجل. توف ما جبت شيء تستحق ما وصلت له يا استاذ عامر. انا من متابعينك، انا من فانك، انا اطالب انك تاخذ الامبراطوريه لاني سارى فيك ما لم ارى في غيرك. الله يسعدك. اقول لك الجروب اللي شكلوه الشباب يعني اول من طلع منه كان وليد البحيح يعطيه الف عافيه لان شخصيته جميله جدا مع المتسابقين جميعا، ثم بعد ذلك عامر منير واللي انا اعرف عامر منير عن قرب يعني الكاريزما حقته والقبول تبارك الرحمن ولغه الجسد ولغه الحوار محبوب، واثني على كلام ابو حسين محبوب من الجميع، ما يحتاج انه يحصر نفسه مع اثنين ثلاثه يعني خلاص دائما الاحداث معهم. فهذا كله ترى من كان ضحيته؟ عامر لا ضحيته المشاهد. لا. محمد ناصر يا اخو الله يقلع فيك قلت شيخ مدايق. محمد ناصر هو الان ضايع في الطوشه ما لقى احد. جاب كل احد كان بسر الليل ترى ما جبت. شكرا لك عامر منير. الله يعطيك العافيه. بس عندي موضوع بسيط ما اقول بشكل عاجل. عندي هدايا سباكه كهرب عشوة إيه الحمد لله يجيكم. لا اسمح لك انت اليوم هدايا بعد والله اللي بنجمع يا جعل عامر جيت غالية غالية انا ما اقدر وين يلا عانوني جايكم. طيب وش رايك يلا تعال افتح الباب تعال. طيب كان هذا كلام عامر الله يعطيه العافيه. احتاج ابي اقدم اعتذار بس لان انا دقيق جدا يا جماعه الخير. انا ذكرت نقطه خلف القحطاني انه الكلمه اللي قالها الميد عبد الله البقمي ورجعت على البث تعجبني ورجعت والله. ورجعت على البث يا جماعه الخير عشان اتاكد تعجبني. قال ميد عبد الله البقمي ادق خشمك أشوى سعيد اخو مبارك انا احبك جدا ولكن كلمه ادق خشمك ما هي بزينه تقولها لاي سعيد سعيد اخو مبارك. طيب اعطونا توندو مع المتسابقين. عندنا اعلان الامبراطوريه لهذا الاسبوع امبراطور هذا الاسبوع